الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب ما يحدث في محافظة كركوك العراقية وأبرز التطورات الامنية فيها نحن ندين أعمال العنف والانتهاكات التي طالت المواطنين ونعزي ذوي الضحايا الذين سقطوا جراء تلك الاحداث واشنطن تؤكد رغبتها بدعم العراق واللجوء إلى الحوار لحل النزاعات سلمياً، إضافة إلى تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي